مشاهدينا صباح الخير، مرحبا بكم معنا في هذه الحلقه جديده من برنامج كيف الحال اللي غادي نخصوها اليوم للحديث على موضوع هو حميمي، موضوع كيجي كثير في الاسئله ديالكم، يعني يوميا كنتوصلوا بثلاثه اربعه ديال الاسئله في هذا الموضوع هذا، وهو موضوع العاده السريه. طبعا موضوع اللي غادي نناقشوه مع الدكتوره امال شباش. صباح الخير امال. صباح النور عزيزه. كيف ما قلت يوميا كتوصلنا اسئله في هذا الموضوع هذا ديال العاده السريه عند يعني جميع الاعمار، فمنين تكلمت معاك باش يعني نوجدوا هذا الموضوع هذا وهذه الحلقه هذه، قلنا اننا غادي نقسموه. اليوم غادي نتكلموا على العاده السريه عند الازواج، وفي حلقه اخرى غادي نتكلموا عليها عند الاطفال، غادي تشرحي لنا بعض الاشياء هكذا، وكذلك عند الشباب والمراهقين. فالعاده السريه عند الازواج، حنا اللي تنعرفوا ان الناس ملي كتزوج للتحصين الجنسي، يعني كيكون هناك واحد تواصل جنسي، كيكون هناك اشباع يعني لكل طرف من الطرف الاخر. واش منين تتكون العاده السريه في وسط الكوبل كيعني هذا انه هناك مشكل في الحياه الحميميه؟ عزيزه، اولا هذا ماشي غير موضوع حميمي، هذا موضوع تابو. هذا موضوع مسكوت عليه، واول مره كنتكلموا عليه في التلفزيون كنت يعني في برنامج كيف الحال. كنشكر المسؤولين كلهم ديال دوزام والناس الطاقم كله ديال دوزام اللي عطاونا الفرصه باش نتكلموا على هذا المشكل اللي كيدير مشاكل كبيره وكيفرق بين الازواج وكي يعني كيعذبهم. يعني بحال اللي قلتي، الحياه الزوجيه يعني مبنيه على التواصل اليومي، على الاحترام، الموده، وعلى الحب. ولكن حتى العلاقه الحميميه، العلاقه الحميميه اللي هي كتاسس بين جوج الناس، جوج الناس اللي كيبغيو بعضياتهم وكيبرهنوا ديك الحب في ديك العلاقه الحميميه الاخر. ولكن بعد الازواج شنو كيوقع؟ يعني اكثريه الحالات اللي كنقدروا نشوفها واللي كنشوفها هنا هي بعض الازواج رجال ما كيعرفوش كيفاش ياسسوا هذه العلاقه الحميميه مع الاخر. غتقولي لي علاش؟ يمكن قبل الزواج وقع مشاكل، يعني ولفوا هذه العاده السريه يمكن بكثره، يعني وقعوا في واحد لاديكسيون سيكسيال، إدمان على العاده السريه، على العاده السريه اللي خلات الذهن ديالهم ولفاتهم في هذه العمليه. دونك فاش تزوجوا ما بقاوش كيعرفوا كيفاش يأسسوا علاقه مع الاخر. علاش؟ اما عدم الثقه في نفسهم، اما خايفين ما يكونوش على في المستوى المسؤوليه باش يوصلوا للزوجه ديالهم النوع ديال النشوه. يعني بزاف المشاكل. كاين عاود مشاكل اخرى كتطرح هي ما عندها حتى علاقه مع واش الزوجه كتعجبهم ولا لا. يعني لو ديزير سيكسويل، يعني يقدروا الرغبه في الاخر، الرغبه في الاخر، يعني راه كيبغيوها كتعجبهم وكل شيء، ولكن هما ما قادينش. كاين هذه الحاله، وكاين حاله اخرى هي هاد لاديكسيون سيكسويل، الادمان على السريه. شنو كيوقع بعض المرات؟ كاي ادمان فين كيكون ضغوطات في الحياه، فين كيكون مشاكل في الحياه، فين كيكون مشاكل يمكن في الخدمه، يمكن مشاكل في حوايج اخرين، المهم مشاكل كثيره، ضغط على الانسان. كاي ادمان كيستعمل الزوج هذيك العاده السريه باش كيفرغ ديك لو ستريس، باش كيفرغ ديك القلق. نعم. باش كيفرغ ديك الضغوطات. هي واش مساله كتهم فقط الازواج او كذلك الزوجات؟ يعني حنا تنتكلموا عامه عند يعني في الكوبل عند الزوجين. هنا لحد الان تكلمتي على الرجال، بالنسبه للنساء امل ما كنشوفوهاش بكثره بحال عند الرجال، ولكن هاد الشذوذ الادمان على العاده السريه كنقدروا نشوفوها عند بعض الزوجات. نعم. ولكن في لو كادر ديال الادمان لاديكسيون. نعم. في كيكون واحد مشاكل نفسيه وكنخرجوا ديك الضغوطات في ديك العاده السريه. نعم. دونك ما كاينش بليزير، ما كاينش نشوه، ما كاينش، غير كاين ضغط خاصو يخرج، دونك كيولي مرضي. ولكن المشكل اللي كيوقع هي الانسان فيكون عايش بوحده وكيخرج ديك الضغوطات في هذاك العاده السريه، ما كيأثرش على العلاقه الزوجيه وعلى العلاقه الحميميه. يعني ما بين الزوجين ضروري ما غتخلق واحد المشكل ما بيناتهم، يعني معلوم. الوغ المشكل الاول عزيزه شنو هو؟ يعني العلاقات الحميميه كينقصوا. يعني الزوج ما كيبقاش يقرب من الزوجه ديالو. نعم. يعني تقدر تكون علاقه حميميه مره في 3 شهور، مره في 4 شهور، مره يمكن في عام. نعم. حيت الزوج عنده هذاك الادمان. نعم. في العاده السريه، دونك ما كيبقاش يعني يكون عنده الجهد باش يقرب من الزوجه ديالو.
الزوجه ديالو شنو كتحس؟ كتقول لك انا ما كنعجبوش، ما بقاش ما كيبغينيش، يمكن كيدخل لها الشك، يمكن بزاف الحوايج كتولي كتقلب، بعض المرات كتولي حيت كيدخل لها شكوك، يعني كتقول لك شنو واقع؟ واش انا ما زويناش؟ واش هذا؟ كتولي كتلقى يمكن كيشوف افلام اباحيه، يمكن بزاف الحوايج. على هذا الموضوع امل، هو هذا المشكل هذا واش عنده علاج؟ لا بغى الزوجي خاصو يكون. دائما كتكلمي على الرغبه في العلاج بعد شوف ولا. اي انسان ما تقدرش تبزز عليه تقولي راه خصك لابد راه عندك مشكل، غير هي اللي الحفاظ على الحياه الزوجيه والتوازن ولا. ديالها دونك خصني ناخذ مسؤوليتي ونعرف بان عندي مسؤوليه باش نتواصل مع الزوجه ديالي باش يكون واحد النشوه بيناتنا. عندي واحد مسؤوليه على كل المستويات انساني زوجي ديني، دونك خصني نعرف كيفاش ناخذ مسؤوليتي بين يدي ونمشي نشوف الاخصائي. غادي نعرفوا اكثر على هذا الموضوع هذا وكيفاش الناس كيتعايشوا معاه وعايشينه من خلال المكالمات. ناخذوا ليلى اللي كتصل بنا مدينه الرباط. الو ليلى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك. تفضلي يا ليلى بالسؤال ديالك. دكتوره امل شباش كتسمع لك. السؤال ديالي انا كان مارس العاده السريه قبل ما نتزوج. نعم. وملي تزوجت بقى فيا داك المشكل، ما كنقدرش يعني الزوج ديالي حتى كيسال الرغبه ديالو كنكمل انا بالعاده السريه، ما كتكونش عندي الرغبه معاه نكمل شي حاجه. نعم. الوغ ليلى عندي واحد السؤال، يعني انت فاش كنتي كتمارسي هاد الرغبه هاد العاده السريه، واش كانوا عندك مشاكل في حياتك؟ واش كنتي كتستعمليها باش تنسي مشاكلك؟ شنو كان واقع لك؟ كان عندي مشاكل اسريه فاش كنت في الدراسه ديالي في كل شيء، يعني كنت اثر في حاجه كنتاج العاده السريه ننسى هذاك الشيء اللي واقع ليا. باش كتنسي ديك المشاكل ديالك؟ المشاكل اللي طاريه ليا انايا. وليلى فاش كنتي صغيره يعني صغر من دابا، فاش كنتي صغيره يعني مراهقه ولا طفله، واش عمر شي واحد قاسك؟ واش عمر شي واحد حاول يتكرفس عليك؟ واش شفتي شي حاجه اللي تكون اثرت عليك؟ كنظن بزاف ديال التحرشات تعرف ليهم طرف اقرب الناس ليا. اقرب الناس شكون ليلى؟ شكون ليلى؟ خالي، عمي، ولا كيحاولوا يتحرشوا بيا بزاف وانا كنرفض وما ما كان ولا لا. دونك هادشي دابا انا غير كنوضح لك بانك انت يعني ضحيه، يعني هذا سي اون كونسيكونس، يعني رد فعل ديال الذهن ديالنا حيت كذاك الضغوطات وديك التحرشات اللي وقعوا يعني الليله العاده السريه هي اللي باش خرجت هذيك الضغوطات. ولكن دابا في الزواج ديالها هي قالت لك كتعيش مشكل، يعني ما كتحسش بالرغبه مع الزوج ديالها، كتلجأ دائما للعاده السريه. كيفاش تخرج دابا هي من هاد الدوامه الى قلنا ديال هاد الادمان على العاده السريه؟ عزيزه ليلى دابا راه تعرضت للتحرشات، وقع لها يمكن اغتصاب، عندها مشكل في حياتها، في الهويه ديالها، في علاقتها مع نفسها، مع الجنس عامه، مع الرجال الاخرين، بزاف الحوايج، يعني هي ماشي لخاطرها. وزائدا داك الشيء كلشي تزاد عليها، ما يمكن ما قالتها لتا واحد. زيد كمل ولات كتستعمل العاده السريه باش ديك الضغوطات كتخرجهم، هذا مرض، هو خاصها تمشي تشوف اخصائي، حيت ما يمكنش تبني واحد العلاقه حميميه متوازنه مع الزوج ديالها بلا ما تكون لداخل مهنية صافية. يعني دارت واحد لو طرافاي على الماضي ديالها وسامحت نفسها والاخرين اللي ضروها. ولكن مش كلشي الحالات هكا امل، يعني احنا هذه حاله ربما اكسبسيونيل عاشت تحرشات وهذا، واش هذا يعني ان كل الحالات يعني ديال الناس اللي كيعانيوا من هذه الممارسه ديال العاده السريه حتى داخل اطار الزواج عندهم هكذا عاشوا هذه المشاكل، عاشوا تحرشات، او هو فقط ادمان هكذا بحال الادمان على السيجاره ولا؟ كل حاله حاله، يعني ما نقدروش نعمو، كاين بزاف الحالات. يعني احنا تصنتنا الليله، ولكن كاين حالات بحال اللي قلت لك ديال الادمان حيت المشاكل كثيره، كاين حالات حيت كان شاف بزاف الافلام الاباحيه والفع، عاود حالات عدم الثقه في النفس، ما عرفش كيفاش يتواصل مع الزوجه ديالو. نشوفوا حاله اخرى امل، واخا نشوفوا حاله اخرى باش نتعرفوا اكثر. ناخذوا خديجه اللي كتصل بنا مدينه اسفي. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. خديجه مرحبا بك. الحمد لله. الله يبارك فيك، مرحبا بك. لاباس، اهلا لاباس عليك، كي دايره؟ الحمد لله. الله معك. تفضلي السؤال ديالك لالا خديجه. انا عندي نفس المشكل اللي قالت دابا الاخت. نعم. عندي دابا عندي انا مزوجه، عندي وليد. ايه. ومني كبرت ديال الزوج، مني صمت وانا كندير هاد العاده السريه، حتى دابا في شهرين دابا قلت زوجتي فيا راه كندير، يعني ما كنتش عارفه راسي اللي كندير هاد العاده السريه، فهمتي؟ اها. غير كنت كنديرها وصافي، وكنت حاب كاع الناس كيديروها، فهمتي؟
هكذاك. ودابا الزوج ديالك صرحتي له؟ الزوج ديالك عارف هذا الشيء؟ جبتها لي دابا قلت لي جبتها لي. دابا يعني كنكون يعني في علاقه ما كنكونش ما كنكونش راضيه بها يعني بحال دابا خاطر وصافي فهمتي. ها وهو ما كنكونش يعني ما بحال ما فرحانه بحال ما. وخديجه هو تقبل الوضعيه شنو قال لك؟ ما قال لي حتى حاجه. هو يعاوني وبغى يعاوني قال لي حتى حاجه. يعني ما حكمش عليك؟ لا ما قال لي حتى حاجه. كان يبغي يعاوني وما كانش يعاوني ولكن ما عرفش كيدير. الو خديجه عندي واحد السؤال. اول مره اللي انت غتتعرفي على هذا العدد السري شحال كان عندك من عام؟ ملي صمت. ملي صمت يعني 15 عام ملي بلغتي فوالا. ملي صمت وليت كنديرها ولكن كنت عارفه يعني خايبه بحال هكا كنخاف في الدار فهمتي. عارفه نديرها كنت عارفه في كاع الناس كنديرها فهمتي. هي كتمارس العاده السريه وهي ما عارفاهاش راها العاده السريه يعني. فهمت. ولكن خديجه قلت للزوج ديالي وقال لي راه خايبه خاصك ديرها يعني اذا درتيها راه بقات غنتفاهم. انا شفتها غنبقاو نتفاهم ولا شحال. واخا ولكن خديجه فاش كنتي صغيره بحال دابا شي ما عرفت بنت خالتك اختك شي واحد في المحيط ديالك واش عمرو وراك ولا هضر لك على هذا الشيء؟ لا لا عمري ما عرفت. كنت دابا زوجي دابا مزوجه دابا غاتني وانا مزوجه يلا بديت دابا شهرين بحال هكا يلا عرفتها. ما كنتيش عارفه؟ انا عرفتها كنت على السريه وخايبه. انا ديما كنت كنديرها ديما كان يطلع لي حاسه الدم يعني كنديرها وكنصافي بحال الى حد الان ياك لاله خديجه؟ دابا شهرين دابا بحال هكا ما بقيتش كنديرها. قال لي بقيت ديري بحال هكا ما بقيتش كنديرها. نعم واخا. ودابا بغيت غير نعرف كيفاش ندير الحيده. بغيت غير الحيده باي طريقه نحيدو ما عرفتش كيفاش ندير. نعم تنشكرك بزاف خديجه على الثقه ديالك فينا وعلى الشجاعه ديالك انك صرحتي لان هي اشياء حميميه يعني ماشي سهل ان الناس يصرحوا بها. انا كنت قلت لك مكالمات كثيره 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 بزاف في هذا الموضوع هذا. كاين ناس تيقول لك انا بغيت غير نسولكم. هو فعلا يعني مساله محرجه امل ولكن خديجه وليلى يعني صرحوا لنا بها. كاين شباب كذلك اللي غادي ناخذهم بعد قليل في الراديو اللي تكلموا لنا على هذه المساله. دونك كيفاش ممكن يعني الاقلاع على هذا واش نقدروا مادام تكلمتي على ادمان امل. نعم. ممكن يعني الاقلاع من العاده السريه بحال الاقلاع على التدخين ولا على اون دروغ ولا على شي حاجه تقدر. ولكن غير دابا خديجه كانت صنطله وكنتفكر كنقول مع راسي اهميه ديال التواصل والتربيه الحياه والتربيه الجنسيه. هي ما كانتش عارفه كاع مازال صغيره ما عارفه حتى واحد ما هضر معاها. يمكن شافت في التلفزيون يمكن غير سمعت يمكن غير دارت غير داكشي بوحدها ما عرفتش. قالت لك كيسحب لها كلشي الناس هكا. هي كاين احراج يمكن الناس يقول لك لا عيب حشومه ولكن شي حاجه اللي غتعذبنا في حياتنا وغتعذبنا في علاقتنا مع الزوج ديالنا. والحمد لله كلشي في الحلاج علاش ما نهضروش عليها؟ علاش نبقاو معذبين وساكتين وكنقولوا لا عيب حشومه نسكتوا ولا ما نهضروش؟ دونك خديجه افكتيمون هي مزيان اللي هضرات مع الزوج ديالها والحمد لله الزوج ديالها تواصل قلت لك يعني وما حكمش عليها. دونك دابا هي خاصها تتعلم حياه جنسيه جديده. خاصها تتعلم حوايج اخرين. خاصها تتعلم كيفاش توصل النشوه ديالها مع الزوج ديالها. دونك باش ما تبقاش بوحدها وما تبقاش في هذه الدوامه غير بوحدها. حيت اي انسان في العالم لابد ما يشدوا لو بليزير النشوه. يعني حنا علاش الحياه كلها فين كناكلوا التمر شنو كيعجبنا الحلاوه ديال التمر. يعني الحياه يعني فين كنتجمعوا وكنبقاو نضحكوا حيت كتجيبنا البليزير دون لا في. يعني اي انسان ملي كيكون صغير حتى كيكبر كنقلبوا على السعاده على السعاده النشوه ديال دونك الحياه الجنسيه تقدر تجيب السعاده والنشوه بين الازواج. خصنا نحافظوا عليها خصنا نعرفوا كيفاش نتواصلوا وكيفاش ناسسوها حيت ما كنتولدوش بها. امل تنشكرك بزاف على هاد التوضيحات وجدور طريقه باش يعني كتناولي المواضيع كتساعدني بزاف. تنشكرك. هذا الموضوع هذا غادي نكملوه مشاهدينا اللي بغيتوا تعرفوا عليه اكثر. بغيتوا تطرحوا الاسئله ديالكم كذلك بشكل مباشر على دكتوره امل شباش. نتلاقاو بكم بعد قليل على امواج راديو دوزام بشكل مباشر وتواصلوا معنا وطرحوا الاسئله ديالكم كلها. نتلاقاو بكم يوم الاثنين باذن الله بمواضيع جديده. لكم منا اجمل تحيه الى اللقاء.